مساكم الله بالخير، مساء جديد نطلفي عليكم من خلال برنامج اسأل القانون، البرنامج اللي نهدف من خلاله لنشر الوعي القانوني في الشارع الكويتي. اليوم ضيفنا وضيفكم محامي وزميل قدير في هذه المهنة. أول شيء نمسي عليك أستاذ مصطفى ملا يوسفي، حياك الله معنا. يا أستاذ، أمسي عليك ومسي على السادة المشاهدين. أستاذي، بالفترة الأخيرة ومن أجمل القوانين اللي طلت علينا ومن أجمل التشريعات اللي فعلا شرعها المشرع الكويتي، العنف الأسري، قانون العنف الأسري، قانون حماية الأسرة، اللي على فترات دائما نسمع تحلطم، ما أقدر أسجل بلاغ، ما قاعد يأخذون بلاغي بشكل جدي، الأمور هذه كلها اللي أدت لوجود قانون جميل هو قانون العنف الأسري. طبعا استاذ، قانون العنف الاسري صدر في 2020، 16 على 2020. للامانه مثل ما انت عارفه استاذ، اليوم هذا القانون كنا ننادي فيه يعني من زمان، نقول ان حالات العنف الاسري ما يجب ان مثلا تكون مقتصره على مثلا دخولهم المخافر. اليوم شفنا في وايد حالات، نشوف الاسر الكويتيه شوي تتحسس من مساله انه والله ان انا ادش المخفر واشتكي. اليوم القانون لما صدر قصر هذه الحالات على مسألة أن النيابة العامة هي من تختص بالتحقيق في قضايا العنف الأسري. القانون صحيح أنه مثل ما أنت عارفة أستاذة له وما عليه من مميزات، وأنت عارفة في بعض القوانين لها مميزات ولها عيوب. اليوم كذلك حال القوانين اللي سبقت أنه في عيوب للأمانة في قانون العنف الأسري، وأيضا في مميزات. اليوم كان على المشرع استاذ ايمان انه يعني يحتاط من بعض العيوب، مثلا مساله الاسره. اليوم القانون لما حدد لي الاسره على سبيل الحصر، اللي هو مثلا الزوج والزوجه، الام والاب، اليوم احنا نشوف بان الاخوان الاشقاء مو مذكور في هذا القانون. يعني اليوم الحالات اللي مثلا تصير حالات خلاف بين الاخوان، اليوم نشوفهم يذهبون الى 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 المخفر. فكان اليوم لابد على هذا المشرع ان يتلافى مثل هذه المشاكل، وان يحط الاسره بجميع اطيافها باختصاص النيابه العامه. لا يكون في طرف النيابه العامه تختص في التحقيق معهم، او ان المخفر يختص بمثل هذه القضايا. بس استاذ، خلينا نرجع شويه ورا. وقبل نشاه هذا القانون كنا نلاقي اي بلاغ يتوجه به الشخص الى المخفر، دائما شنو يقولون له؟ روح الشرطة المجتمعية. صح. توجه للشرطة المجتمعية، حل أمورك بالشرطة المجتمعية. فدائما كان تساؤل الناس، هل الشرطة المجتمعية راح يكون لها دور في حل هذا الموضوع؟ يعني احنا عشان نكون دقيقين اكثر، كانت الشرطة المجتمعية ودها انها تاخذ خطوة، ولكن هي كانت مقيدة بان يعني هل اطبق قانون الجزاء، قانون حماية الطفل في بعض الامور، قانون شنو بالضبط. لكن اليوم مع الشرطة المجتمعية صار عندنا قانون العنف الأسري، في حالات ترى سجلها القانون من الأخوان ضد بعض، سجلها يعني أنا مؤخرا الأسبوع اللي طاف كان عندنا حالة أن الأخ قام بإحراق بيت أخوه، وبالتالي لا تسجلت في العنف الأسري وتم استدعاء من قبل النيابة. في اليوم يمكن لأن التطبيق القانون يعني يمكن حصرها، وقلنا أن نتكلم في نطاق الأسرة، ولكن شملها أيضا في موضوع الأخوان، يعني ما أبعدها أبدا. شو هي أستاذة، اليوم القانون حددها على سبيل الحصر. اليوم مثل ما تفضلت، يمكن في الآونة الأخيرة قاعد تتسجل حالات العنف بين الأخوان بناء على تعميم، فقط تعميم. حتى التعميم يمكن احنا من خلال مناقشتنا مع سادة وكلاء النيابة، حتى التعميم شفهي اللي صدر، ما في تعميم مكتوب بأن هنالك حالات الخلاف بين الأشقاء يتم تحويلها إلى النيابة العامة. هذا أمر. أمر آخر أستاذ إيمان، في مسألة الإحالة إلى النيابة العامة، اليوم أنا شنو استفدت مثلا من هذا القانون إذا كانت التحريات، تحريات المباحث تجرى في المباحث اللي داخل المخفر. فبالتالي اليوم إذا أنت تبي تبعد هذه الأسرة عن جو المخفر، أنت بالفعل خليت النيابة هي تتحقق، وهي سلطة التحقيق في الجرائم التي تحدث بين الأسر. لكن اليوم التحريات المباحث خليتها بالمخفر، فبالتالي اليوم هذه الأسرة اللي حدثت بينها خلاف راح تروح النيابة، راح يحقق وياها وكيل النيابة، وراح ترجع مرة أخرى إلى المباحث اللي موجودة بالأساس بالمخفر حتى تحقق. فاليوم الاستقلالية اللي أنت عملتها بالأسرة اليوم بهالحالة منتفية. اليوم أنا دائما أضرب مثال أستاذ إيمان في مسألة الخصوصية.
أعطي مثال مثلاً لقضايا حقوق الطفل. حقوق الطفل الإدارة العامة للتحقيقات شنو سوت؟ الحين المخافر ما تحقق بالإدارة، ما تحقق في قضايا الطفل، خلت لها قسم خاص بالإدارة العامة للتحقيقات نفسها داخل الإدارة مختصة في قضايا حقوق الطفل. فاليوم هذا المثال اللي كان مفترض بأن من وضع هذا القانون أن 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 يحتذي بقانون الطفل أو بالإجراء اللي قاعد يتم التحقيق فيه مع الأطفال. يعني اليوم خليت لي قسم خاص في الإدارة العامة للتحقيقات حفاظا عن الطفل، ما يروح للمخفر، ما يروح النيابة، ما يروح أي مكان، ما يروح مباحث، داخل الإدارة العامة للتحقيقات صار هنالك محققين مختصين اللي هم الجناح الخاصة. فبالتالي اليوم احنا نقول يعني القانون فيه وما فيه، يعني احنا نذكر العيوب حتى يتم علاج او معالجة هذه الامور، لكن كقانون قانون الأمانة يعني قانون ممتاز، لكن احنا نتكلم عن الامور اللي احنا دائما نبي الشيء البيرفكت، الشيء الزين، الشيء المناسب اللي خلاص ما نحتاج بعد كم سنة نقول له والله نبي نغير هذا القانون، خلاص هذا قانون نمشي عليه ونتماشى عليه. بس احنا لازم ننوه الشغله لان دائما وقت تشريع اي قانون تلاقي انه في بعض خلينا نقول مثلا الغموض في تنفيذه، ترى احيانا يعني احنا ترى مثلا قانون الاسره وهو كان ابسط قانون صدر، ترى لما صدر ما كان يعني حتى المحاكم نفسها كانت يعني مو عارفه شلون تتعامل معه، فبالتالي بعدين وبعد ما بعض القوانين يصدر لها لائحه تنفيذيه والاجراءات والامور هذه كلها، احنا ما يعني ما ننكر ان في كثير من القوانين فيها مواد كثيرة ما تم تفعيلها لغاية اليوم رغم مرور فترة طويلة على 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 تشريعها، ولكن احنا اليوم نبي بس ننوه للناس ان احنا طالما قاعد نتكلم عن عنف أسري شنو بالضبط الأمور اللي تدرج تحت العنف الأسري؟ اليوم كل القضايا، اليوم قضايا السب، قضايا الاعتداءات، قضايا هتك العرض، قضايا ايا كان بين الأسرة، بين محيط الأسرة اللي ذكرت لك إياها في بداية اللقاء اللي تم ذكرها على سبيل الحصر تندرج تحت قانون العنف الأسري وتحت قانون الأسرة. اليوم بيجيلك على يعني اللي هي أتوقع المادة الخامسة تكلمت عن مسألة التنازل، وهي مادة جميلة للأمانة اللي ذكرت بأن التنازل يسري في جميع إجراءات التحقيق في أي مرحلة، صحيح في أي مرحلة من إجراءات التحقيق أو في أي مرحلة من مرحلة التقاضي. يعني اليوم إذا كان هنالك مشكلة بين زوج وزوجته وتصالحوا ما نسري على القانون القديم قانون الجزاء نمشي عليه، نمشي على قانون العنف الأسري يكون الأطراف أسرة. فبالتالي اليوم هذا التنازل يسري على الطرف الآخر ومن ثم يقتضي الأمر. حتى هذه المادة أستاذ إيمان يعني أنا أشوف أن بالفعل هم يعني لها ميزة وهم لها عيب في مسألة أنه والله هذا التنازل ممكن اليوم وفي حالة بالفعل حقيقية صارت ويانا أن الأب اعتدى على بنته وسبب لها عاهة مستديمة نتيجة الضغوط اللي مورست على هذه البنت راحت وتنازلت. فهذا التنازل يعني انت عارفه هذا التنازل خلاص كانه دعوه لم تكن وتم حفظ التحقيق نتيجه هذا التنازل. اول ما كنا نشوف كذي القضايا الجنائيه طبعا انت عارفه استاذه ان التنازل حتى وان كان هناك تنازل لكن المحكمه لها سلطه مطلقه بان هل تاخذ بهذا التنازل او ما تاخذ فيه كون ان الجريمه جنايه غير لما تكون جريمه جنحه. فبالتالي اليوم هذا التنازل يسري في جميع مراحل التقاضي. بس احنا هم بعد لازم ننوه ان ايضا قانون العنف الاسري لما شرع يعني وضع عقوبه اذا مورست ضغوطات معينه على الشاكي في هذه القضيه، ان ترى اذا الزمتوه او اجبرتوه او هددتوه او حتى ابتزيتوه عشان يتنازل وضع عقوبه. صح. العقوبه من اسبوع الى 6 شهور وفي غرامه او احدى هاتين العقوبتين. فبالتالي يعني وان كانت مساله التنازل موجوده وسمح فيها القانون في اي مرحله من مراحل التحقيق أو أي مرحلة من مراحل تداول هذه القضية، لكن أيضا جرم أنك أنت تمارس ضغوط خاصة أن في موضوع العنف الأسري يعني موضوع جدا حساس، أطراف القضية حساسين عن إثبات. عرفتي اليوم كل شخص يقدر يقول بأن أنا مثلا تعرضت أو تعرضت لضغط حتى أتنازل،
لكن اليوم مسألة إثبات هذه الضغوط هل هل هل, هل بالفعل جدية أم عدمها؟ اليوم هل لما أنا أروح أتنازل من تلقاء نفسي؟ اليوم نيابة تسألك سؤال، هل هذا التنازل كان بمقابل مادي أو من غير مقابل؟ أو هل أحد اليوم لما أنا أجاوب أقول والله ترى التنازل كان والله لوجه الله مثلا، هل أحد يقدر يقول لا والله أنت مو صحيح كلامك؟ فصحيح كلام أستاذي في مسألة الضغط على التنازل، لكن اليوم مسألة أني أنا أثبت هل بالفعل أنا مورس بحقي أن أنا مجبر على هذا التنازل من عدمه. السادس، شيء بشيء يذكر الحين، طالما احنا تكلمنا على ان مساله اثبات اذا مورست علي ضغوطات اللي اتنازل كشاكيه ولا لا، هم في موضوع معين اللي هو مدى جديه بلاغ العنف الاسري. صحيح. يعني ايضا يعني تطرق لها القانون في هذا الموضوع. صحيح، اليوم البلاغ انت عارف استاذ اليوم اذا كان البلاغ كيدي من حق اي شخص تضرر من هذا البلاغ انه يرجع بدعوه تعويض. فاليوم الباب اللي احنا دائما نقول باب المحاكم مفتوح وباب النيابة مفتوح، لكن لا تسيء استعمال هذا الحق اللي كفل لك اياه القانون، اللي كفل لك اياه الدستور. اشتكي على من تشاء، لكن ان تكون شكوى حقيقية وليس شكوى كيدية. لا تروح تشتكي على ناس بالاساس ما سووا لك شيء. فاليوم حتى البراءة، حتى دائما احنا نقول حق موكليننا البراءة في براءتين، براءة للتشكك، براءة لكيدية الاتهام. فاليوم لكيدية الاتهام هذه اللي أنت تقدر ترفع عليها دعوة تعويض. فمسألة أن أنا أروح أقوم أشتكي على أحد، وهذه يعني أستاذ إيمان أنت عارفة وشايفة هالأمور، اليوم دائما الخلافات بين الزوج وزوجته الواحد يتصيد. يعني مثلا صار خلاف بين زوج وزوجته، الزوجة تتصيد تقول هذا والله مثلا اعتدى علي بالضرب، وهذا انت عارفه على اساس بس يطلع تقرير طبي ويستفيدون حق قضايا اخرى. فمساله الكيديه اليوم في مسائل الاسره جدا كثيره وجدا احنا قاعد نشوفها وجدا كثرت في الاونه الاخيره في مساله الكيديه بين الازواج لاستعمالها لقضايا اسره وقضايا احوال شخصيه متداوله. اشتك مثل ما انت تبي، لكن لا تقدم بلاغ او تقدم شكوى بعدها ترجع عليك بتعويض. يعني أنت تكون في كل الأحوال خسران منها. ونأكد للناس أن أيضا قانون العنف الأسري أكد على أن البلاغ الكاذب اللي يقدم لها له عقوبة وفق القانون. كل الشكر لك أستاذ مصطفى ملا يوسف على هذه المعلومات اللي أثرتنا فيها، وكل الشكر لحضورك. كانت هذه حلقتنا لليوم في برنامج اسأل القانون، ولأن من أهم المبادئ والقواعد القانونية عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، فلذلك نقول لكم لأنك ما يصير تقول ما تدري، لذلك اسأل القانون. مع السلامة.